واصل المتظاهرون احتجاجاتهم في عدد من المدن الإيرانية رفضا لسياسات نظام الولي الفقيه في الداخل والخارج، وقد وثقت مقاطع فيديو صورها مجموعة من المحتجين قيام القوات الإيرانية بقمع المتظاهرين العزل بالذخيرة الحية واعتقال العشرات منهم في عدة مناطق. ووثق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صور ومقاطع فيديو وثقوا جرائم النظام أثناء المظاهرات، وقدموا شواهد من أرض الحدث مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل فورا لوقف انتهاكات النظام الإيراني. أكدت المعارضة الإيرانية مريم رجوي أن انتفاضة الشعب الإيراني حركة من أجل حرية الشعب وسيادته لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأنها ليست ناجمة عن صراع بين الفصائل داخل الحكومة. وأضافت رجوي في كلمة ألقتها في مؤتمر تغيير النظام في إيران أن الشعب الإيراني يطالب العالم بالضغط على النظام لإطلاق سراح معتقلي المظاهرات الأخيرة وإعطاء إجابات محددة بشأن المفقودين. وطالبت رجوي بتشكيل لجنة للتحقيق في الاعتقالات التعسفية التي طالت آلاف الأشخاص وقتل السجناء تحت التعذيب. ولفتت رجوي إلى أن الانتفاضة متأثرة بالغضب العام ضد ممارسات النظام في النهب، وأن الاحتجاجات أتت بسبب الفقر والبطالة وأعمال القتل على مدى 38 عاما. وأضافت رجوي أن الشعب الإيراني ضاق ذرعا بالجناحين ومن النظام، وأنه يريد الإطاحة بالنظام برمته. معي عبر الهاتف من أبو ظبي الأستاذ عبد الله رشيد، مدير مكتب جريدة غلف نيوز الإماراتية. أهلا ومرحبا بك. بداية، المقاومة الإيرانية برئاسة مريم رجوي عقدت مؤتمرها السنوي حول تغيير النظام في إيران في باريس. هناك نقاط عديدة وردت في كلمة رجوي، منها ما يتعلق في الشأن الداخلي في إيران ومنها ما يتعلق بالشأن الخارجي لسياسات إيران في الخارج. ما هي قراءتك لما دار في هذا المؤتمر، وأي العناصر أكثر أهمية برأيك، هل الداخل الإيراني أم الخارج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم وعلى جميع الأخوة في مملكة البحرين. الحقيقة أنه بقراءة سريعة لانتفاضة إيران نجد أن لابد أن نقارن بينها حاليا وبين الانتفاضة 2009 التي سميت ما بعد بالانتفاضة الخضراء. ما يمثل الانتفاضة الحالية هو أنها شاملة تقريبا، تشمل بمعنى أنها تشمل جميع طوائف الشعوب الإيرانية إن صح التعبير. أعتقد أن التركيز على الداخل، طبعا هو التركيز على الجانبين مهم، جانب الداخلي والخارجي، لأن في الخارج يجب أن يصل صوت الشعب الإيراني إلى المحافل الدولية، هذا مهم جدا، وهذه مسؤولية المعارضة بقيادة مريم رجوي وغيرها من الداعمين للثورة في إيران. ولكن في الداخل يجب أن يكون هناك دعم للداخل، لأن في الانتفاضة الأولى استطاعت السلطات أن تقمع الانتفاضة لأنها كانت يمكن محصورة في إطار فئة معينة، هي فئة الإصلاحيين، وربما كانت مطالبها محدودة، خلاف سياسي كانت في 2009 وكانت يعني احتجاجات نخبوية. نعم، إلى حد ما. في هذه الاحتجاجات هناك حركة شعبية واسعة، أن الآن هناك حركة شعبية واسعة وهناك مطالب بتغيير رأس النظام وبتغيير النظام بأكمله، انما مش اجراء مجرد اجراء اصلاحات كما كانت المطالب في 2009. ايضا هناك ملاحظه ان
البداية يعني في داخل إيران يجب التركيز على الداخل الإيراني ودراسة الوضع جدا مهم. يعني الانتفاضة 2009 بدأت يمكن في بعض المدن الكبيرة ولم تصل إلى مناطق الريف ومناطق الأطراف، إنما الانتفاضة الحالية لا، بدأت في الأطراف يمكن أكثر بشكل، يعني في القوميات، القومية العرب والأكراد والبلوش والغيرة، هاي القوميات يعني هي تحركت من الخارج إلى الداخل وليس من الداخل إلى الخارج كما كان انتفاضة 2009. فلذلك أنا أعتقد أن التركيز على الداخل أهم بالنسبة للمعارضة الإيرانية. مثل ما ذكرت هي طبعا في المؤتمر هي يمكن عملت نوع من التوازن بين الداخل والخارج، لكن أعتقد أن الداخل وايد مهم، لأن اليوم أيضا في الدول العربية التي تضرت، خاصة التي تضرت، يعني جميع الدول العربية تضرت من سياسة الملالي في إيران، فيجب على الدول العربية هذه أن لا تقف مكتوفة الأيدي. يعني نحن تضررنا بالخليج، يمكن الدول العربية الأخرى تضررت بشكل أقل، مصر وشمال أفريقيا وغيرها، ولكنها أيضا أصابها الضرر من النظام الإيراني ومن سلوك النظام الإيراني، وحان الوقت الآن أن نقف مع انتفاضة الشعب الإيراني، خاصة أن مطالبه هو إسقاط النظام وتغيير النظام بأكمله، يعني مش مجرد إصلاحات، إجراء إصلاحات أو خلاف سياسي داخلي، لا، اليوم المطالب مطالب أكبر، مطالب يعني تغيير النظام، وبالتالي هذا لصالح الدول العربية خاصة التي تبرت من تدخلات ومن النفوذ الإيراني. برأيك عندما يتبنى هذا المؤتمر، وفي كلمة رجوي كان ذلك واضحا، أن الشعب الإيراني يطالب بإطلاق سراح المعتقلين على أثر هذه الاحتجاجات، وأيضا تقديم إجابات وافية وحقيقية عن المفقودين، ما هو الصدى الذي تتوقع أن يلقاه مثل هذا المؤتمر في الداخل الإيراني، لا سيما وأن يعني رقعة الاحتجاجات شهدنا في الأيام الماضية أنها بدأت تتوسع، وأن المحتجين على سياسة النظام الإيراني في تزايد؟ ليس فقط المعتقلين، كان في تركيز أيضا على الإعدامات. حالات الإعدامات الكثيرة التي شهدت إيران مؤخرا، واضح من الواضح أنها ليست إعدامات لجرائم أو لارتكبت أو لا، هي إعدامات سياسية، وأعتقد أن من المهم التحرك في الخارج، لأن كل ما استطاعت المعارضة الإيرانية في الخارج أن تعرض قضية الداخل في مسألة المساجين السياسيين، السجناء السياسيين المعتقلين والإعدامات، كل ما كان هناك دعم لها بشكل أكبر في الداخل. حتى الآن السلطات الإيرانية قادرة أن بشكل وبآخر أن تعزل الداخل عن الخارج شوية بقطع الاتصالات وغير هذا، ولكن اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة الوصول إيصال المعلومة، أعتقد أن من السهل أن تصل المعلومة وتساهم في تحريك وفي دعم انتفاضة الشعب الإيراني في الداخل. نقطة الإعدامات ونقطة السجناء السياسيين والمعتقلين مهمة جدا في تحريك المشاعر، يعني بالإضافة إلى القمع الذي يعيشه الشعب الإيراني وحالة الفقر وحالة الظلم، هناك أيضا نقطة الاستفادة من المعتقلين ومن حالات الإعدام. نعم، شكرا جزيلا لك من أبوظبي الأستاذ عبدالله الرشيد، مدير مكتب جريدة غلف نيوز الإماراتية.